مشاهدينا، ودلوقتي هنتكلم عن معاش التكافل والكرامة. هو نوع من أنواع الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا عايشين فيها، قامت بيه وزارة التضامن، والحقيقة ده مجهود كبير واحنا بنشكرها عليه. بيساعدوا بالأسر الفقيرة أو الأسر محدودة الدخل، زي ما قلنا قامت بيه وزارة التضامن الاجتماعي. شيء كويس قوي وفكرة هايلة طبعا ان احنا نساعد الناس اللي محتاجة، لكن النظام ده له سلبيات ولو إيجابيات. نشوف معاكم التقرير ونرجع نتكلم عن الموضوع ده. تكافل وكرامة مقسم لقسمين، قسم تكافل للأسر المحتاجة الفقيرة اللي ملاش أي دخل مالي ومش متأمن عليها ولا حياة زراعية ولا استثمارات ولا أي دخل لها خالص، وجزء الكرامة لكبار السن اللي فوق 65 سنة والأطفال المعاق اللي بيجيب نسبة 50%، فوق 50% معاق بنديله فيز الكرامة، ده بيبقى كل شهر بعد الزيادة الجديدة 450 جنيه. إنما تكافل بحسب عدد أفراد الأسرة والأولاد في التعليم، المعاش الثابت 320 جنيه يزيد عليهم بقى حسب أفراد التعليم، طفل ابتدائي بقى 80، طفل اعدادي بقى 100، طفل ثانوي بقى 140 جنيه، عشان كده المشروع بيساعد على استمراريه الاطفال في التعليم. والبرنامج نفع اسر كتيره غلابه وفتح بيوت ناس كتيره غلابه فعلا كانت تستحق، اللي في العزب واللي في القرى المجاوره لنا كلهم اخذوا فيز، وعملنا بحث للحالات اللي هي تعبانه جدا، والناس بتدعي لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاه الله الف خير على المشروع دهوت، اللي هو فتح بيوت ناس غلابه كتير وناس مرضى استفادوا منها كتير، وناس ما كانتش بتعلم اولادها في المدارس اصبح الان بيعلم اولادهم مقابل الفيزا اللي خدوها دي. رحت قدمت بالشؤون انا في فيز وكده، فانا حضرتك زمت المعيشه كده، معيشه يعني جوز شغفه مطعم في مصر يعني ارزقه، اللي بيقعدوا ما محسوب عليه. لما عرفت بالفيزا وكده رحت قدمت في الشؤون، فالحمد لله جات لي، بقت مساعده ليا والاولاد في البيت. انا استفدت من المشروع ده ومعايا اولاد في المدرسه، اولى اعدادي وخمسه واولى ابتدائي، يعني المسار الفلوس اللي انا باخدها بصرف معانا يعني علي، وابوهم شغال يعني شغله بسيطه يعني بيساعدوني في العيشه، المصاريف بتاع البيت والحاجه غاليه. بروح بيهم للدكتور لان انا تعبانه شويه، فبجيب بيهم علاج، اكيد صدوا معايا جزء طبعا كبير لانه ما كانش موجود من اصل. مشاهدينا، شفنا التقرير اللي فات وشفنا انه في ناس كتيرة مستفيدة بهذا النظام، نظام معاش التكافل والكرامة، وفعلا كان لازم انه يحصل الموضوع ده لانه بيساعد اسر كتيرة محدودة الدخل. معايا ضيوفي النهارده الاستاذ محمد حسن عبد الدايم عضو لجنه تكافل وكرامه باسيم الجيزه، الاستاذ احمد عبد العظيم محمد احد الشباب المتطوعين في تسليم الملفات، الاستاذ احمد خليل حسن مواطن قدم اوراقه لكن لم يحصل على التكافل حتى الان، والاستاذه منى عبد الوهاب احمد قدمت برضو ورقها ولم تحصل على الدعم. قبل ما ابتدي الكلام مع ضيوفي، معايا على التليفون الاستاذ محمد عبد الله زين عضو مجلس الشعب عضو البرلمان. مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد. اهلا بحضرتك. حضرتك طبعا المسؤول عن الملف ده وشايف ان في سلبيات موجوده في معاش الكرامه والتكافل اللي قدمته وزاره التضامن الاجتماعي، قولي حضرتك وجهه نظرك ايه؟ والله هو بدايه هو ايه، هو برنامج تكافل وكرامه وليه اتعمل؟ اولا ده يعني ايه، ده جزء من الدستور 2014 ان احنا يكون في اضافه جديده للحمايه الاجتماعيه لكبار السن والمعاقين، ماشي، واستثمار الموضوع ده للاجيال اللي جايه. للاسف الشديد، للاسف الشديد انا لما الاقي ان الغير مستحق هو اللي تم صرف المعاش بتاعه، والناس الغلابه اللي المفترض فيهم ان هم اولى بالحمايه
ينتظروا يقدموا الطلبات وينتظروا اكتر من 8 شهور واسمائهم لغايه النهارده ما نزلتش. ماشي، وده ليه؟ حضرتك اعداد المتقدمين كتيره جدا، كان المفروض ان يكون في عمليه تصفيق كبيره جدا في فحص البيانات المتقدمين عشان نعرف مين مستحق ومين غير مستحق. انما انا لما نشوف ان حد يروح يجيب شهاده من الاداره الزراعيه انه لا يمتلك ارض زراعيه، او يجيب شهاده من التامينات الاجتماعيه ان هو غير تامينات ان هو غير مؤمن عليه، ويقبض معاش لا يستحقه في حين ان الاخر. حضرتك لمست حضرتك لمست الحالات دي او الامثله والنماذج اللي بتحكي لي عنها، حضرتك شفتها فعلا بعينيك موجوده؟ انا اقول لك حضرتك على حاجه، كان في حد في التلفزيون بتاعنا على احد القنوات كان ممسوك مخالفه مروريه صاحب جرار وبيتكلم بيقول ان يا رب يخلي لنا الرئيس اللي صرف لنا ايه معاش تكافل وكرامه. هو صاحب الجرار ولا بيشتغل على الجرار؟ صاحب الجرار، صاحب الجرار. صاحب الجرار، الجرار ده ثمنه كام؟ 1.5 مليون. لما يبقى صاحب مشروع زي كده ويقدر ياكل نفسه ويقدر يدفع اقساط العربيه بتاعته مثلا، وانا في حين ان هناك المطلقات والارامل اللي ما لهمش حد اللي هم اولى بالحمايه من الغدر الاجتماعي اللي موجود، تقولي اولى انهم يصرفوا بدايه ولا اخرين يصرفوا؟ المفروض ان انا لما نبدا عمليه الصرف نشوف من هو اشد حاجه الى هذا المعاش ويكون هو ده الاولى بالصرف في المراحل الاولى. طب مين المسؤول عن مين المسؤول عن الغلط ده يا استاذ عبد المنعم؟ يا استاذ محمد، وزاره التضامن الاجتماعي المفترض انها يعني اقصد حضرتك مين اللي بيدي الموافقه؟ ليه استاذ محمد مين اللي بيدي الموافقه على انه الاسره دي تاخد معاش كرامه او تكافل او لا؟ مين اللي بيدي الموافقه؟ انت عارفه ان في موظفين معدوم الضمير بيقدر ما فيش اي مشكله بالنسبه له، هو فكره ان هو بيخدم الراجل وان يعني ايه اللي يجي من الحكومه احسن من اي حته ثانيه. أيوة. مش مشكله يعني ان هو يضيف له المعاد عادي خالص يعني. الناس اللي موجوده معايا او ضيوفي النهارده اللي حضرتك شايفهم في منهم قدم ولم يحصل على موافقه لغايه النهارده، ده برضو نوع من انواع السلبيات الموجوده واحنا مش عارفين سببه ايه. ده انا احد الناس المضره، مركز ادكم محافظه البحيره، لغايه النهارده ما تم صرف المعاش ولا جت الايه الفيز بتاعتهم اللي بيصرف بيها المعاش، وعارفه ان معاش الارامل والمطلقات متوقف بقاله 8 شهور ما بيصرفوش في انتظار معاش تكافل وكرامه. كنت تسيبه يقبض المعاش الثاني لما يعني المعاش التكافل وكرامه يجي تبقى منع الثاني، انما انت منحت كل حاجه عنه. ايوه سنه بالكامل وما بيقبضش. طب الاسره اللي زي كده احنا نعرضها يعني للظروف الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي. يعني المطلقه او الارمله اللي المفروض ان احنا يكون لها ناس بتحميها وتحافظ عليها، انت عارفه احنا بمجتمع يعني متقلد، دول لما يطلعوا يمين وشمال هيتقال عليهم ايه؟ انما انا لما نحط لهم حياه كريمه وبسيطه ويعني معاش تكافل وكرامه، ما هوش يعني ما يقدرش اصلا يغطي تكاليف حياه اي مواطن، ولكن انا بقوله جزء من كل، هو يستطيع انه يكمل الباقي. طب حضرتك يا استاذ حضرتك قول لي ناوي تعمل ايه او هتوصل لايه في الاخر؟ حضرتك احنا تقدمنا ببيان وطلب احاطه لوزير التضامن اللي هو السيد رئيس الوزراء وزيره التضامن الاجتماعي على اساس سرعه انجاز المناطق المتوقفه، ونمره 2 التدقيق في البيانات اللي بتوصل، ونشوف ولازم يبقى لدينا داتا بيانات معلومه عن كل الافراد، يقدم اي شخص وتكون بياناته كلها موجوده، مش البيانات اللي بتبعتها الادارات المحليه من تحت وتبعتها أي. للمركزيه فوق وتاخد فيها. كل فرد له رقم قومي ومعروف عنده ايه، يتبحث عن الرقم القومي، الراجل ده يستحق ولا ما يستحقش؟ ايوه عشان الناس ما تفكرش انها بتضحك على الحكومه على اساس ان هذا الرقم لما يروح للمستحق ده ممكن يزيد، لان ممكن من خصم الناس الغير مستحقه يضاف للناس المستحقه. بشكر حضرتك استاذ محمد عبد الله زين عضو البرلمان المصري. حاجه منى قولي لي بقى قصتك ايه؟ احنا مقدمين على المعاش من شهر 3 وكل ما اروح اسال ما بدونوش رد ويقعدوا يزقوا فينا يعني مش باحترام. انت منين؟ انا من اوسي. طيب ازاي بيزقوا فيك؟ يعني ايه سبب ان هم يزقوا فيك؟ المفروض ان انت من حقك او بتنطبق عليك الشروط ولا ما بتنطبقش عليك الشروط ان انت تحصلي على هذا المعاش؟ لا انطبق طبعا، امال يعني انا مش عايزاه، ما كنتش رحت قدمت عليه لان جوزي معاق في دراعه عنده خلع. وعندك اطفال؟ معايا 5.
تمام. يعني احنا 7 وقاعدين تحت الضغط العالي وجوزي مش متوظف وارزاق وما فيش الا ابني هو اللي بيجري علينا. ورحتي قدمتي ورحتي اكتر من مره وسالتي لكن ما فيش. انا مقدمه من شهر 3 لغايه دلوقتي وفي ناس قدمت بعدي واستلمت الفيزا واحنا لغايه دلوقتي ما استلمناهاش. انتوا المفروض يتصرف لكم كام؟ هو المفروض بتالي التلات اولاد الاولانيين بيبقى لهم. انت اولادك في مدارس؟ لا هو الاطفال مش في مدارس. الاطفال غير المدرسه غير الكبير غير ذوي الاحتياجات الخاصه صح كده؟ واللي هو معاق. يعني اسره زي دي المفروض يتصرف لها قد ايه؟ الاسره بقى مكونه حسب عدد الافراد. بتصرف 325 جنيه والطالب اللي في الابتدائي بيصرف 80 جنيه، الاعدادي 100 جنيه، الثانوي ده بعد الزياره بتاع وزاره التضامن اعلنت عنها من اسبوع حوالي 140 جنيه الطفل الثانوي الطالب الثانوي. ايوه. يعني حوالي 450 جنيه. طيب اروح احمد. أيوة. انت برضو قدمت اكتر من مره على معاش التكافل. مقدمين من شهر 4 ويعني في ناس زمايلي مقدمين بعدي والطلبات بتاعتهم مشيت بس بطريقه غير شرعيه يعني دفع فلوس. انت عرفت منين بدفع فلوس؟ منهم من زمايلي. هو قال لك؟ دفع كتير. واحد عرض عليا ادفع 200 جنيه معاه والورق يمشي في خلال 10 ايام الفيزا تكون جت. انا رفضت طبعا يعني ما يعني هو المبلغ المتعارف عليه 200 جنيه؟ بس انا ما شفتش بصراحه بس كل ده اللي احنا سامعينه. انت منين؟ من برضه اوسيم. يعني احنا معانا الناس بتاعت اسيم مش كده؟ حضرتك. طب تفتكروا حاله زي دي ليه ما حدش رد عليها وما حدش اداها موافقه واخدت الدعم بتاعها او المعاش لغايه النهارده؟ ما فيش رقابه يا فندم. على مين؟ ما فيش رقابه على الموظفين، يعني النهارده طبعا الحكومه ده عمل طيب اللي هي بتقوم بيه بتحاول تقدم اي خدمه او اي نظره انسانيه للمواطن وتحسسه ان هو عايش في وطن كريم وعلى طبعا حسب الموازنه العامه للدوله بتحاول تصرف له المعاش التكافل والكرامه ده. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا في البراجيل اللي احنا تابعين لاداره اوسيم قدم لنا حوالي لحد امبارح 3790 حاله اللي اتصرف منهم. طيب معلش معايا على التليفون استاذ احمد الدكتور احمد لطيف مسؤول البحث الميداني لبرنامج التكافل والكرامه. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون يا ريت. اتفضلي. دلوقتي حضرتك زي ما انت شايف المشكله انه في ناس بتقدم وما بتاخدش المعاش بتاعها. اعرف ايه السبب؟ طيب هو مبدئيا الاول نشرح بس هو البرنامج عشان يعني ايه التكسيرات بتاعته كترت قوي. اتفضل. ده برنامج للحمايه الاجتماعيه الدوله بدات فيه في 2015 مع بدايات تنفيذ سياسه الاصلاح الاقتصادي. معروف ان سياسات الاصلاح الاقتصادي في فئات بتتاثر بيها بدرجه مباشره. الدوله لازم يبقى فيه احنا عارفين البرنامج يا فندم عشان احنا وقتنا ضيق. لا في 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 لا يعني في معلومات لازم توضح شويه. اتفضل في السريع. طيب اتفضل نحل جزء المشكلات ده ولا اديني فرصتي. انا اتفق مع سياده النائب اللي اتكلم من شويه ان لازم يبقى فيه اجراءات تدقيق في المواطنين اللي تستحق ولا ما تستحقش. وبالفعل احنا ما بنعتمدش على بيانات اللي بيقولها المواطن فقط من بقه، في مجموعه من اجراءات تحقق. مبدئيا المواطن لما بيتقدم للحصول على البرنامج بيتعمل له بحث اجتماعي ويتاخد عنه حوالي بتاع 90 معلومه بتوضح حاله الظروف المعيشيه بتاعته الاجتماعيه والاقتصاديه. طيب دكتور احمد خلي حضرتك معايا دلوقتي ومعايا الحاجه منى على الهواء اهيت، وزي ما انت شايف ان هي حالتها جوزها معاق وما بيشتغلش وهي ما بتشتغلش وعندها اولاد. ادي نفسك بس فرصه تسمعي مني الاجراءات اللي احنا بنعملها ايه عشان اتحقق المواطن ده يستحق. ما انا بسمع من حضرتك بس احنا عندنا حاله على الهواء فانا عايز اعرف منك ايه السبب ان هي ما تاخدش لغايه النهارده المعاش بتاعها. مبدئيا مش كل اللي بيقدم ده معناه ان هو ياخد المعاش. في مجموعه بقول لحضرتك عليه مجموعه من الاجراءات بتحصل. المجموعه دي بيتم رصد الحاله المعيشيه بتمر معادله احصائيه معينه بتحدد درجه الفقر. ايوه. اذا كانت هذه الاسره
تندرج تحت خط الفقر اللي الدولة محددة فتستحق مبدئيا لهذا المعاش. ثم بتجرى مجموعة من إجراءات التحقق البيانات مع أجهزة الدولة الأخرى، منها التأمينات الاجتماعية، بنشوف هذا المواطن عنده دخل متأمن عليه، عنده معاش ما عندهش معاش، بنشوف مع جوازات الهجرة والجنسية هذا المواطن عنده تحولات من الخارج بيعمل في الخارج ولا لا. ثم مؤخرا هيئة الرقابة الإدارية عاملة قاعدة بيانات بتضم 30 جهة في الدولة بنراجع معاها الممتلكات وما إلى ذلك. فحتى لو المعادلة الاختبارية جابته وطلع عنده دخل منتظم أو ممتلكات بيتم استبعاد هذا المواطن، وبيعلم المواطن إن أنت استبعدت بسبب السبب الفلاني. في هذه الحالة من حق المواطن إن هو يتظلم ويقدم مستند يناقض البيان اللي جاي من أجهزة الدولة. بمعنى طيب دكتور أحمد، في ناس اشتكت لأنه شايفة ناس تانية بتمتلك سيارة وممكن يبقى عندها جرار وممكن يبقى عنده أرض زراعية، ومع ذلك حصل على هذا المعاش، معاش الكرامة والتكافل. فإحنا مستغربين إنه في ناس ما تستحقش هذا المعاش وخدته. معنا أحمد هيحكي لحضرتك قصته، تفضل. يا فندم أنا لما روحت آخر مرة الورق كله مركون هناك، الموظف نفسه قال لي الورق ما مشيش لغاية دلوقتي، في ورق ما مشيش لغاية دلوقتي. بقول له يعني حضرتك الورق ناقص حاجة، ناقص أوراق؟ قال لي لا، إحنا بعتين يعني بعتين شوية وفاضل ما يجي الفيزا بتاعتهم والباقي يمشي. فأنا قلت له طب ما في ناس مقدمة بعدي والورق بتاعها مشي وقبضت. ايوه. قال لي لا اصل لسه في ورق ما مشيش، وشاور لي حضرتك على الدسوهات مركونه جوه ما مشيتش خالص. في حاجات ما مشيتش خالص وفي ناس قدمت بعدينا وقبضت. انت بينطبق عليك الشروط ان انت تحصل على معاش التكافل والكرامه؟ انا معايا ثلاث افراد، ثلاث عيال ومراتي، وما معيش اي وظيفه. دكتور احمد، راي حضرتك ايه في اللي سمعته؟ طيب انا بس عايز اوضح لحضرتك ان احنا قاعده البيانات بتاعتنا اللي دخلت بياناتها اكتر من 3.5 مليون اسره خلال سنه ونص. انت متخيله حجم يعني ايه 3.5 مليون اسره بحثناها ودخلنا بياناتها خلال سنه ونص؟ طبعا مجهود كبير، واحنا طبعا بنشكركم عليه. احنا بس بنتكلم على السلبيات الموجوده. اكمل بس لحضرتك، المجهود ده بياخد معاه جزء انظمه كمبيوتر بتنشا وانظمه ادخال بيانات بتنشا. ففي بعض الاعمال المصاحبه هي مش قصه المواطن بيروح الوحده يبقى خلاص بكره الصبح هتظهر النتيجه بتاعته، ده واحد. اثنين، من حق المواطن اللي هو شايف ان هو متضرر من احد الاسباب ان هو تظلم لنا كوزاره. واحنا بنبحث التظلم بتاع بنوجهه للوحده الاجتماعيه اذا كان الوحده هي المعنيه بالتظلم، او الادارات الاخرى اذا كانت اي اداره منها هي المعنيه بالتظلم. اذا كان المواطن طلبه رفض نتيجه احد البيانات اللي موجوده عندنا اللي جاي لنا من جهات رسميه من الدوله، بنقول للمواطن والله طب انت طلبك رفض لان انا التامينات قالت ان انت مثلا متامن عليك في ورشه في مصنع في في في. بعض المواطنين بالفعل كان بيبقى مؤمن عليه في فتره من الفترات ولكنه ترك العمل، فبنقول والله طب هات لنا خطاء من التامينات بتحديث اخر موقف ليك اللي بيفيد ان انت بالفعل في الوضع الراهن ما انتاش مؤمن عليك وبالتالي جدرك تاني. بعض المواطنين اللي بيجي لنا بيانات من اجهزه الدوله بتقول والله هذا المواطن لديه عربيه بنستبعده فورا ونوقف له المساعده. يجي المواطن يتضرر بيقول لك لا والله انا ما عنديش عربيه، انا كان عندي زمان عربيه وبعتها. طب يا سيدي هات مستند من الجهه الرسميه اللي هي المرور بتقول ان انت ما لكش بيانات النهارده في المرور، واذا جاب هذا المستند المضاد بيستأنف المساعده بتاعته. فاسباب الاستبعاد عديده ولكن قنوات التظلم مفتوحة وبيتم الاستجابة إليها. بشكر حضرتك أستاذ أحمد لطيف، مسؤول البحث الميداني لبرنامج التكافل والكرامة. أستاذ أحمد، حضرتك أحد المتطوعين وحضرتك لتسليم الملفات. حضرتك أنا في أوسيم، وحضرتك البرنامج ده معمول عشان خاطر الفقير والغلبان والواقع خالص. الحكومة عاملاه، ولكن البرنامج ده تم استغلاله من جمل الناس اللي هي الغنيه. عندنا في اوسيم اتكلفت مجموعه ما نعرفش مين اللي كلفها. هو اساسا معمول للفقراء. للفقراء. لكن اللي استفاد منه الناس الغنيه، الغنية. ازاي بقى؟ اللي استغلوا الناس الغنيه بس. وضح لي ازاي؟ هوضح لحضرتك ازاي. في الاول خالص ما حدش كان يعرف حاجه عن التكافل والكرامه خالص. ما فيش توعيه، ما فيش شروط، ما فيش اي حاجه، ما حدش كان يعرف خالص في موضوع التكافل والكرامه. ايوه. اتفاجئنا ان في ناس طلع لها فيزا وقبضت. بدات الهوجه تجري.
كله بقى يجري عشان يقدم من اللي هم مش محتاجين كله محتاجين كله بقى مش محتاجين كله بقى يقدم كله بقى يجري على المكتب عشان يقدم كله بقى يجهز الاوراق ويقدم. في الوقت دوت كان في مجموعه مكلفه بتسليم الملفات باستلام الملفات من قبل المواطنين، ياخدوا الملفات من المواطنين. المجموعه ديت مين عينها؟ لحد دلوقتي احنا ما نعرفش مين عينها. مجموعه من عندنا من اوسين بدأوا ياخدوا ملفات، الملفات ديت المجموعه دي عملوا الناس قرايبهم وعملوا ليهم وخلعوا ما شفناش وشهم تاني. رحنا المكتب ونوعي الناس ونعرف الواحد زي احمد وواحده زي الحاجه انتوا لكم حق انك تاخدوا تكافل وكرامه ويطلع لكم معاش باسم الزوجه ويطلع لكم الفيزا. بدأنا نوعي الناس ونروح رحنا هناك. انا بقى عايز اسال سؤال، الناس اللي هي مش محتاجه او اللي مش بتنطبق عليها الشروط ان هي تحصل على هذا المعاش ازاي بقى؟ بص يا استاذ، المفروض ان في بحث بيجي باحث من المديريه او من الوزاره بينزل يبحث الحاله. يعني المفروض ما فيش حاله من اللي قبضت وصرفت الفيزا الا لما بيروح حد لازم يبحث باحث حلقة. باحث واخد دوره ويروح المنزل بتاع المواطن ويكتب تقرير طبعا عن كل اسره. معاه بحث، انا معايا بحث، معاه بحث مكتوب فيه بنود وشروط، لو الشروط دي انطبقت على المواطن ده من حق المواطن ده اللي هو يصرف المعاش. طيب حاله زي اللي موجوده او حالتين موجودين معانا ضمن الشروط دول ما حصلش ليه؟ لا لا ما حصلش. في ناس عندنا ايوه لا انا بكلمك على المفروض اللي المفروض يتعمل. دي اللي المفروض بس اللي يتعمل العكس ده خالص. في ناس عندنا ما نزلتش وعملوا بحوثات وناس مبسوطه عندهم اراضي وما شاء الله. الخلل بقى جاي من حضرتك، الخلل جاي منين بقى؟ الباحث ده بيجي المفروض الباحث بيروح لبيت المواطن معاه عنده بنود وشروط في قلب البحث اللي معاه ده. البيت مبني من الطوب، لا بالمسلح، لا عنده ثلاجه، لا عنده غساله، يمتلك عربيه، ما يمتلكش بيت، يمتلك ارض، كل الحاجات دي. هو بقى يا اما المواطن مرتشي يا اما المسؤول مسؤول ما بيراعيش ربنا وبيحط معلومات غلط. فبنلاقي النهارده مواطن يستحق ما خدش المعاش بتاعه ومواطن ما يستحقش خد المعاش بتاعه. من هنا بقى ما فيش رقابه. ما فيش رقابه على موضوع البحث ذات نفسه. انت عايز الرقابه بقى من عند مين بالظبط؟ الرقابه حضر الرقابه الاداريه من وزاره التضامن، من التفتيش. يعني اي حد يجي يراقب، انا ازاي النهارده يطلع مواطن ما يستحقش؟ لسه زي ما الاستاذ او النائب قال ان في واحد عنده غرار بمليون ونص قبض معاش، وواحد تاني مش لاقي ياكل ما قبضش معاش. لا في كتير 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 كتير. والمعاش ده حضرتك معمول للارمله للمطلقه. أيوة في ناس خارج. يعني طبعا هو النظام ده نظام هايل جدا وناجح ان احنا نساعد الناس اللي محتاجه، الناس الاسر المحدوده الدخل. لكن انا اشد من وزاره التضامن الاجتماعي الدكتوره غاده والي، بنشكرك طبعا على المجهود دوت وعلى الفكره دي. لكن طبعا اكيد كل حاجه لها سلبيات ولها ايجابيات، يا ريت حضرتك تبصي وتلقي نظره على السلبيات الموجوده في هذا النظام، او ليه في ناس ما تستحقش المعاش ده وبتاخده وناس تانية تستحق ومحتاجه ومستنيه لغايه دلوقتي وما خدتش. استاذ انا معايا بنات على وش جواز، لسه مجوزه بنتي يوم السبت اللي فات، والله عليا ديون كتيره. ويعني في واحد يعني واحد تبع جمعيه كده اسمه استاذ صبري، هو بردك يعني لما بيكون في حاجه في الجمعيه بيساعدنا بيها. يعني ما فيش حد واقف جنبنا الا ربنا ونعم بالله. مفيش احسن يعني منه. يعني لسه معايا يعني معايا عيل على وش جواز بردك وعيل عايزه تتجهز تاني استاذ احمد. وفي يا فندم كان في واحد يعني تطوع كان واقف معاهم هناك، مثلا لو انا ما استاهلش يقول فلان ما بيستاهلش. ايوه ده قاعد يجي اسبوع اتنين ومش عارف يعني ما يقول ما يستاهلش ولازم يقول السبب. ما هو ما يستاهلش من غير سبب او كذا من غير تقرير مكتوب عن الاسره دي ما ينفعش. هو قاعد مثلا يعني هو الشخص ده عارف اغلبيه البلد، فكان بيبقى قاعد بيرجع الدوسيه بتاع فلان والدوسيه بتاع فلان. متطوع متطوع، فده مش عارف ما كملش معاهم ليه. وفي حاله سرقه حصلت يا فندم، حاله سرقه من احد الموظفين المسؤولين في اداره شؤون اوسيم. اتقبض عليه متلبس، وفي ناس في المسجونين دلوقتي اتقبض عليه يعني اتقبض عليه، وفي ناس هربانه لحد دلوقتي. كويس انه اتقبض عليه. الناس دي بقى لما اتقبض عليها، احنا من شهر 5 لحد النهارده يبقى في رقابه. ما عادش حد اتقبض عليه يا فندم. اتقبض عليه من مباحث البريد، اتقبض عليه من مباحث البريد. مش عارف معاه عدد فيس كبير، استغربوا الجماعه بتوع البريد قالوا اخد رشوه مثلا او حاجه كده. بيساوي من الناس اصحاب الفيس عشان يسلموا الفيس. المواطن في مواطنين قدمت مع بالتعاون مع موظف في وحده التضامن الاجتماعي باوسيه، متفقين مع بعض مع الموظفه بتاعه التضامن الاجتماعي باوسيه. طيب بتعملي لي الفيزا وتاخدي مبلغ.
بما ان المنظمه تاخد مبلغ بعد ما بتعمل الفيز. احنا فهمنا الوضع. لمت الفيز بعد ما جت، بعد ما الفيز ما طلعت خدت الفيز واتقبض عليهم، هم بيضربوا الفيز في البريد اتقبض عليهم. ايوه انا متاكده طبعا ان صوتكم وصل والرساله اللي انتوا عايزين تقولوها وصلت، وبنشكر وزاره التضامن الاجتماعي، لكن يا ريت نحاول نحل المشكلات دي علشان الدعم فعلا يصل الى مستحقيه. شكرا والى اللقاء.